يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إمام في بلدنا يقول إن لآدم أب وأم وهما شبه إنسان، سؤاله هل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل؟ هذا كلام باطل. آدم ليس له أب ولا أم، خلقه الله من تراب. أما حواء فإن لها أبا وليس لها أم، لأن الله خلقها من آدم عليه السلام، خلقها من أب بلا أم، وسائر بني آدم من أب وأم. المسيح عليه السلام من أم بلا أب. هذه أصناف الخلق، منهم من خلق بلا أب ولا أم وهو آدم، ومنهم من خلق من أب بلا أم وهي حواء أم البشر، ومنهم من خلق من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام، ومنهم من خلق من أم وأب وهم سائر البشر. فهذا الذي يقول هذه المقالة إما أنه جاهل فيبين له ويتراجع عن هذا القول، وإذا تراجع تصح إمامته، فإذا أبين له ولم يرجع فهذا لا يصلى خلفه، لأن هذا إلحاد وتكذيب لله عز وجل. الله يقول خلق آدم من تراب، وهو يقول خلق من أب وأم. نعم.